وإماما قلبي يا أبو حمزة تراه وتفتت وذاب مثل المصيبة اللي داتني ما حد انصاب وذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كله من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصون فرد ساعة والسدوهم حر التراب ولو شفت جسم اللي على مسنات مطروح وذاك الشباب اللي يصباح العريس مذبوح ولو شفت الأكبر ما لمتني كثرة النوح ما خلت لنا كربلا شيخ ولا شاء وبعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه ودمومه تفور وقلوب نافتها يا ويلي وعينها تدور وكل ما طلع منا بدر بالمعركة غار ومصيبة اللي هي جات حزني عليا عاينت صدر حسين تحت الأعوجية وحرقوا خيمنا وركبوا زينب مطية شحتي أبو حمزة وشعدد لك من مصار قال لي شبل المصطفى ورب السيادة صار الجت لكم يا هل هالبيت عادة وانتو كرامتكم من الله شهادة معود على كثر المصايب يا بالأنجا قال لي أبو حمزة حشايب نار ملهوب لا زاد يهنالي ولا تهنى بمشروب وتشهير غماتي يا أبو حمزة بالدروب نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طاب أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضرية زلزلون بيد أنا نكست راسي دخول زينب